جماعة من المسلمين يصلونها بسبب ماذا؟ لوثوقهم بعمر بن الخطاب واستنانهم بسنته، وجماعة أخرى من المسلمين لا تصلي هذه الصلاة بل وتحرمها وتقول هي بدعة استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وآله الذي قال، ما مضمونه؟ أن النافلة لا تصلى جماعة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. عمر يقول صلوها جماعة لا إشكال، ونعم البدعة هذه، مشوها البدعة. هذا بالنص عن عمر يقول نعم البدعة هذه، وفي لفظ آخر نعمت البدعة أو نعمت البدعة هذه. هي عند عمر بدعة، ولكن عند أهل الخلاف سبحان الله عقول، يقول لك بدعة حسنة. لا يوجد في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله شيء اسمه بدعة حسنة. البدعة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، خلص قولا واحدا انتهينا، نقطة وانتهى السطر. ماكو بعد بدعة حسنة وبدعة زينة وبدعة ما أدري نص زينة ونص حسنة، وهاي تمشي وهاي ما تمشي، وعيني وغاتي، ماكو. بدعة بدعة في النار خلص. فلماذا يصر كثير من المسلمين اليوم على الصلاة هذه، هذه الصلاة البدعية؟ لماذا؟ اتباعا لعمر بن الخطاب، لحسن ظنهم به. نحن نريد حسن الظن هذا الذي كونه إبليس في أذهان عامة المسلمين أن نمحوه، بأن نكشف حقيقة هذه الشخصية، أن عمر بن الخطاب كان لا يهتدي بهدي المصطفى صلى الله عليه وآله، بل ويخالفه متعمدا، فإذن هو ليس أهلا للاتباع، هذا الشخص عاص للنبي صلى الله عليه وآله.